إذا المراد عودة إلى أرضية ملعب خمسة زويلة مباشرة مع عبد الحفيظ سايب وبيز فيصل باجي. باجي فيصل وصلت أمس أو على الخامسة صباحا يعني من تركيا. وراك في كرسي الاحتياط. قلنا فقط عن المفاوضات مع الفريق هذا اللي تنقلت له لمدينة أو لتركيا. وكيف راح يكون العقد تاعك؟ والله يا الرحمن الرحيم كما قلت في الترانسفير تاعي اللي كان صوفيا انا كانت عندي اتصالات ريزرفونسي مع لو كلوب تاع ايردروم هذا في بدايه السنه، لكن عدد التحضير تاعي اللي ما كنت يعني في تحضير جيد ما حبيتش نتنقل لصوفيا. غنمت الفرصه هذه باش نبدا بموسم مع فريق سبب الوزداد، وتنقلت يعني سبيسيالمون انا يعني بنفس الفريق وصورنا والحمد لله كانت كما نقول لك تفاوضات في صالحي انا وصالح الفريق، وان شاء الله يعني في ايام قادمه ان شاء الله اذا ما كان احتمال ان شاء الله نحن نقابل صالحي الفريق. وراح تلعب اللقاء تاع اليوم؟ كما يقول لك هذا المدرب هو اللي يحكم، انا كما يقول لك جيت الفريق تاعي يعني من تركيا جيت مباشره للفندق للفندق يعني ما رحتش من فالدار، واني يعني كما يقول لك سحقني المدرب راني هنا كما يقول لك واجد ان شاء الله. ما قدرتش نقدر نعرف القيمه تاع العقد شحال؟ والله القيمه تاع العقد هي اللي كما يقول لك ليسونسيال هو تيك درت طري بون كونترا، وثم كما يقول لك في مستوى اللاعب الجزائري وصرت يعني الجزائر بالعقد تاعي. شكرا يعطيك الصحه، تفضل حفيظ. شكرا في ممكن كل فريق قادر انه يسجل. بعد قليل يا حفيظ. نعم. تدعيم خط الهجوم مع فيصل باجي. لاعب اللي وصل على الخامسه صباحا ما نقدرش ننتظر منه اشياء كثيره يا عبد الحفيظ. وينطلق طاليس خطير جدا طاليس، اوه قدر يوصلها طاليس. والعزيزي مع بن علي الان خرجت الكره يا بن علي فعلا. ويطلق تغيير مدرب شباب الوزداد، راح يدخل باجي في مكان من؟ شيتي او قالول؟ قالول هو اللي راح يخرج في هذه الدقائق من الشوط الثاني. باجي يدخل الان في مكان قالول واول كره يلمسها باجي. فعلا توصلوا ولا تشوفوها بالكاميرا الاخرى بالعيد من كارت، لانه حسب هذه الصوره ما فيش تسلل تاع ستاره. مساعد الحكم ارفع الرايه للشات في التغطيه الان. اوه يتفوق عليه ابو طالب وينطلق ابو طالب و ستاره يسجل هدف التعادل. ستاره يسجل هدف التعادل باجي دقيقه بعد ان رفض له حكم المقابله هدف التعادل في الوقت اللي قلنا فعلا غير هدف التعادل لا هذا ماهوش باجي اللي سجل وانما ستاره هو اللي سجل. باجي يا حفيظ. باجي فعلا باجي اللي سجل في وقت ولا كنا نقول بانه ما يقدرش يقدم اشياء كثيره، ولكن يقدر يسجل هدف من لقطه مثل هذه نتاع بوطالب انطلاق على الجهه اليسرى. وباجي ذكي جدا بوطالب هنا امام نشاد، او نقدر نقول نشاد اللي كان ليه شويه نوعا ما لانه مدافع ماهوش ممكن يعملها له المهاجم بهذه الطريقه. باجي سجل هدف التعادل لصالح شباب الوزداد وينطلق اللقاء من جديد بهدفين مقابل هدفين، وينطلق صيفي يوصلها.